تطبيق امينو واه صاحبي شحال كنت باغي نهضر عليه. اكثر تطبيق شرير وخطير بالنسبه للاطفال وخاصه فاش الاطفال هذوك كيكبروا شويه وكيصلوا لمرحله المراهقه. وفي هذا الفيديو هذا غادي نناقشوا وغادي نوضح لك بالضبط علاش نورمالمون فاش كتكون مراهق كيبداو يبانوا شي حوايج اللي كتكون مهتم فيهم. اللي كيبدا يهتم في الاغاني ولا في شي مغني محدد، اللي كيبدا يهتم بالافلام والمسلسلات، اللي كيبدا يهتم بالالعاب والفيديو جيمز. ولكن للاسف هذه الاهتمامات ما كتكونش نفسها نفس عند اللي صحابك. مثلا انت مهتم بالباسكت ولكن صحابك كلهم كيهتموا بكرة القدم، يعني انت ما داخلش معاه في ديك الكوميونيتي ديالو وكتحس براسك غريب ولا وحيد حيت ما لاقيش شي واحد اللي كيبغي نفس داك الشيء اللي كتبغي حتى انت. وهنا فين غادي تجي واحد لابليكاسيون وغادي تلاحظ هذا الشيء هذا اللي طاري وغادي تشوف بلي كاينه واحد الفئه كبيره ديال الناس اللي كل واحد فيهم عنده اهتماماته ولكن ما لاقين حتى بلاصه فين يجتمعوا فيها. وهاد لابليكاسيون من بعد غادي تولي واحد البلاتفورم كبيره اللي فيها بزاف ديال الفئات، افلام، كتب، العاب، اي حاجه انت كتبغيها. والهدف ديال التطبيق هو يلاقيك مع الناس كيبغيو نفس الحاجه. وهذه هي الفكره ديال تطبيق امينو في الاول كيفاش كانت باختصار. فكره زوينه صراحه وبزاف كاع ما فيها حتى شي عيب، ولكن بلاتي عزيزي وعزيزتي تكمل معايا الفيديو وغادي تعرف في الاخر باللي العكس. هذا التطبيق هذا في الحقيقه من اكثر التطبيقات شرا وما فيه حتى شي حاجه عاديه. ولكن قبل ما نبداو اول حاجه بغيت نقولها لكم اللي هي سموحات الفيديو نورمالمون خاصو يكون تلاح البارح ولكن صبحت مريض بزاف، نيفي مسدود، كنهضر بحال شي بطريقه صاحبي، كنبدا نقول جوج كلمات تنسخف صافي كيتقاد النفس. اللهم قلت خلي حتى الغد ليه باش نسجل فراحتي فهمتي، وخاصه هذا الموضوع هذا كان خاص تعطيه وقته. anyway هذا الفيديو فريمون في ميت جيس وتاكد انك ما تفلت حتى شي حاجه وتبقى مركز معايا حتى الاخر. وثاني حاجه واللي هي 2024 على الابواب ولكن كتبان لي 400K مازال بعيده، فالخوت زيروا معايا راسكم راكم تما وان شاء الله نقدروا نوصلوها قبل ما يسالي هذا العام هذا. وفي الاخر ديال هذا الشهر 12 غادي ندير واحد الفيديو اللي مميز بزاف اللي غادي تكونوا حتى نتوما مشاركين فيه. المهم الفكره في راسي واعره بزاف وغادي تكون مزيانه ولكن التطبيق غنشوفوا كي غادي يجي. المهم لا بزاف نطول عليك اكثر عزيزي المشاهد، يلا نبداو نيشان الفيديو ديالنا. باش نفهموا القصه ديال هذا التطبيق خاصنا نبداو من الاول بعدا اوكي. واحد الشخص سميتو بين اندرسون، هذا الشخص هذا كان في باله انه شي نهار يدير شي حاجه اللي غادي تغير العالم، كان باغي يقاد شي تطبيق اللي ما يكونش عادي وما يكونش كاين في السوق، يعني شي حاجه جديده. واحد النهار بين وواحد صاحبه معاه في الجامعه مشاو لواحد ليفينمون ولا واحد المهرجان خاص بالانمي، فين كيجتمعوا فيه الناس اللي كيبغيو الانمي حتى هما، وحتى هما براسهم راه كانوا كيبغيوه. سو فاش وصل لهذا المهرجان هذا تصدم، حيت لقى عدد كبير ديال الناس اللي حتى هما كيبغيو الانمي، وقال ويلي كيفاش حتى انا كنبغي الانيم؟ وكيف عمري عرفت بلي كاين هاد العدد ديال الناس كله حتى هما كيبغيو نفس الحاجه؟ ما يمكنش. واخا حتى حد ما كان كيعرف الاخر تما كان كيشوف بلي كلشي كاس كيهضر مع كلشي وكيضحكوا وكيشطحوا مجموعين، واخا هما نورمالمون راه غرباء، ولكن كانت كتجمعهم حاجه وحيده واللي هي الحب ديالهم للانمي. وهنا فين غادي تجي الفكره ديال تطبيق امينو وصايبو هو وصاحبو اللي كان معاه في الجامعه اللي كنت قلت لكم قبيلات. وطبعا راه التطبيق ماشي عربي غير مترجم للعربيه وصافي، على اي لغه اخرى وصافي، ماشي امينو زعما جايه من عند امين ولا شي حاجه، نو فقط تسميه عشوائيه طاحت في الذهن ديال هذا الشاب الامريكي. هو تطبيق اجنبي الخوت. هذا التطبيق كيعطيك الامكانيه انك تنضم لاي نوع ديال المجموعات عجبك وتدخل وتكون صداقات مع الناس اللي عندهم نفس الاهتمامات ديالك، وايضا تقدر حتى تتلاقى بهم لو بغيتي. الفكره ديال التطبيق كانت خرافيه بزاف وقتها، ما كاينش بحالها، وفعلا التطبيق غادي يدير بوم، كلشي غادي يدخلوا وكلشي غادي يدخلوا ويستمتع فيه ويديروا فريندز ويديروا صحاب. وكان متوسط الوقت اللي كيبقى فيه بنادم متصل في التطبيق هو 60 دقيقه. وغير باش نشرح لك شحال هذا الرقم كبير بزاف، الا قارناه فيسبوك في ديك الوقيته راه كان متوسط الوقت اللي كيبقى فيه الانسان تماك هو 50 دقيقه. يعني امينو فات فيسبوك في انه يخلي الناس في البلاتفورم ديالو في ذاك الوقت. يعني كاينه شي حاجه ما كاينهش في فيسبوك واللي هي انك كتحس في راسك باللي راك منتمي لشي حاجه، كتحس باللي عندك قيمه وما كتحسش بالوحده كاع. وما نعرف شنو تكون كتبغي، كتكون متاكد باللي راه كاينين الناس حتى هما كيبغيو نفس الحاجه بحالك. فطبعا راه غادي تبقى النهار كله كتقرا في البوستات والرسائل ديال دوك الناس. وبغيت نجيكم صريح، انا براسي تكون شي بلاتفورم فيها ناس كيهتموا بداك الشيء اللي كنبغيت انايا، راه 100% غنبغي نتصاحب مع دوك الناس ونعرفهم ونستافد منهم. وحاجه زوينه كانت في التطبيق هذا واللي هي اي حاجه كتحط في ذاك التطبيق كانت مراقبه بشكل شديد جدا، اي بوست، اي تصويره، اي فوكال كيتحط تماك عليه رقابه قويه، واي حاجه كتكون ماشي هذيك المسؤولين كيزربوا عليها وكيحيدوا داك الشيء بالزربه. فكل شيء دابا تحت السيطره وكل شيء مزيان وكل شيء هو هذاك، شنو يقدر يطرا غلط كاع؟ اوكي خليك معايا. الشركه ديال امينو فاش بدات كتشوف هذا النجاح على التطبيق اكيد غادي تهتم به اكثر وتحاول تطوره شحال ما قدرات. اول حاجه دارتها واللي هي خلات الانضمام للمجموعات يكون اسهل من قبل، حيت شحال هذه الا كنتي باغي تدخل لشي مجموعه كيخصك انك تشارجي واحد التطبيق اخر مستقل على التطبيق الرئيسي. مثلا بغيتي تدخل المجموعه ديال الناس اللي مهتمين بفالورانت خاصك تشارجي تطبيق اخر ديال ديك المجموعه. اما دابا لا، ولا داكشي ساهل، ولا كلشي كيدار من تطبيق واحد فقط واللي هو ديال امينو الناس. ثاني حاجه ردوها واللي هي اي شخص كيف ما كان دابا يقدر يصايب مجموعه خاصه ديالو.
ديالو. يعني مابقاوش مجموعات خاصه بشي مواضيع عامه مثلا الكره اون جينيرال، الانمي اون جينيرال، الجيمينغ، لا ولاو مجموعات مخصصه بزاف، بحال مثلا كيبغيو الجيمينغ ولكن كنبغيو بالضبط فقط لعبه ماينكرافت، فهمتي؟ وهكا وغير 2016 غادي يوصل العدد المجموعات في امينو 250 الف مجموعه، وكل مجموعه عندها الاهتمامات ديالها وفيها الناس ديالها، ومول ديك المجموعه اولا الشخص اللي صايبها هو اللي كيكون الشخص المسؤول عليها وعلى القوانين اللي فيها، هو اللي خاصو يدير دابا كاع هذاك الشيء اللي كانوا كيديروه الناس اللي خدامين في امينو كيديروا المراقبه للمحتوى. ولكن كما دابا بيني وبينك، واش بصح كتوقع دري فقط عنده 10 سنين غادي يدير هادشي كامل؟ وعلاش كنقول لك دري عنده 10 سنين؟ حيت الاستراتيجيه التسويقيه ديال شركه امينو كانت كتستهدف بها الاطفال ولا اللي كبار شويه في سن المراهقه، يعني ما بين ديك 10 سنين حتى 18 عام هكا، هادو هما الاعمار اللي كانوا في التطبيق. ولكن القضيه غادي تولي غير غاده وكتهبط لتحت في اعماق الظلمات، ومازالين يلاه بدينا وفي الراس ديال الجبل الجليدي. بن غادي يقرر انه يخرج من الشركه وغادي يولي غير صاحبه فقط هو اللي مسؤول على التطبيق ديال امينو، وهذا الحدث هذا كيتعتبر نقطه محوريه في كاع داكشي اللي غادي يطرى دابا. امينو غادي يولي فوضوي لاكثر درجه وخارج عن السيطره، البوتات غادي تنتشر بواحد الشكل جنوني، وغادي كثر سبام وما كاينش اللي يقدر يوقف هذا الشيء. والسبام ديال البوتات كنقصد به انك ترسل رسائل عشوائيه للناس عشوائيين وبكميه كبيره وفي وقت قليل، وهاد الرسائل في الاغلب الاحيان كيكون المحتوى ديالهم هو اباحي ولا غير اخلاق. قلت كنحسب بيدي تترتق صبعي يا كيكون اباحي يا غير اخلاقي، خاصه للدراري صغار. وحتى الا ما كانش اباحي كيكونوا روابط اللي كيديوك لشي صفحات، ومن دوك الصفحات يقدروا يخترقوا ليك الجهاز ديالك وشلا قصص ديال الناس اللي تسربوا لهم تصورهم فقط حيت دخلوا لواحد الميساج لقاو فيه واحد الليان، بركوا على داك الليان شارجاو داكشي اللي فيه حتى كيشوفوا تصوروا في قناه اخر. دابا الا بغيتي تدخل داك التطبيق واللي باي ذا واي ساهله بزاف، ما كيطلبوا منك والو، فقط ايميل ومودباس وتحدد العمر ديالك، واللي ساهل انك تكذب فيه، يعني واخا يكون عندك 5 سنين تقدر تكتب لهم عندي 18 عام ويقول لك وي دخل مرحبا. فاش غادي تدخل غادي يحطوا لك واحد القائمه اللي فيها مجموعه ديال المواضيع والاهتمامات، وغادي يقول لك هاك اختار الاهتمامات ديالك، يعني قول لي شنو كيعجبك، افلام مسلسلات الى اخره، وغير كتختار داكشي اللي كيعجبك وصافي كتدخل بصفه رسميه التطبيق، اوتوماتيكمون كيبداو يجيوك ميساج من عند البوتات وبلغات مختلفه، هل اللي كيجيك بالروسيه، هل اللي كيجيك بالالمانيه، هل اللي كيجيك بالانجلي، وكلهم يا كيحتويو على روابط خبيثه كيف ما قلت لكم قبيلات، يا تصاور غير اخلاقيه واللي بطبيعه الحال ما خاش اي مراهق يتعرض لذاكشي، او لا كيجيوك الروابط ديال القمر والترويج ديال السيتات ديال القمر باش مثلا تدخل وتيوهموك مثلا بلي راك غادي تربح واحد الكميه ديال المال اللي درتي هذا الكود هذا. فالناس اللي ديجا مدوزين في التطبيق ولفوه بداو كيلاحظوا هذا الشيء وفريكتر، فمشاو بداو كيتشكاو للشركه وكيقولوا لي انها تفيكسي هذا الشيء هذا حيت راه ما بلان ما والو، والمنصه غادا وكتوسخ، ولكن الشركه ميته ما كتجاوب حد، ما كتهضر مع حد، ما خرجت لا بتفسير لا اعتذار لا والو، ولا مازال ما ساليناش. الجزء المرعب من هذا الشيء كامل واللي هو غير في 2022 ولاو داروا دراسات على التطبيق هذا، وهذه المره لقاو باللي المتوسط ديال الوقت اللي كيبقاو فيه المراهقين في التطبيق ولا ساعه ونص، 90 دقيقه وهم اكسبوزين لكاع داكشي اللي قلت لك قبيلات. واخا كنت قلت لك باللي الشركه ميته، ولكن ميته غير في الناحيه ديال كيفاش كتعامل مع الشكاوي الى اخره، ولكن في الفلوس ما ميتاش، بالعكس حيه ترزق وكتجرب. امينو غادي تخرج واحد العمله جديده خاصه بالتطبيق، وهذه العمله هذه هي عمله افتراضيه اللي تقدر تشريها بفلوس حقيقيه، يعني بحال اغلب التطبيقات، وبديك العمله غادي تقدر تشري سكينات الميساجات ديالك وشي حوايج جداد كيتزادوا لك في البروفيل. ولكن المشكله هنايا ان هذه المنصه موجهه للاطفال، والاطفال ما خدامينش وما كاين حتى شي طريقه كيفاش يقدروا يشريوا هذه العملات هادو من غير جوج حلول، يا انهم يسرقوا من والديهم يا انهم يشوفوا الاعلانات، وعن طريق دوك الاعلانات يقدروا يربحوا شويه من ديك العمله. وهنا اجي تشوف ليك الاعلانات اللي كيخرجوا، واش منك يا عرا، اش منك يا قمر، اش منك يا اباحيه. وتصور معايا شركه امينو كتمنع انك تحط الاباحيه في التطبيق، ولكن الاعلانات ديالها باش تربح ديك العمله كيطلعوا فيها اعلانات اباحيه. فتخيل معايا دري صغير كيخصو يجلس دقيقه كامله يشوف هاد الاعلانات اللي ما تقدرش تخطاها غير باش ياخذ هاد العمولات باش يكون متميز على صحابه. برو فري عندك شي حد في الدار عنده التطبيق هذا راه خصو يحيدو بالرجوله، وخاصه الا كان صغير. الناس اللي خدامين في امينو ما كافيش وما عمرهم غادي يكونوا كافيين انهم ينقيو البلاتفورم ويرجعوها كيف ما كانت، وحتى الا حاولوا يديروا هاد الشيء هذا غادي ياخذ منهم اشهر واشهر وعلاش لا سنوات، حيت كميه البوتات خلات هاد المهمه فري مستحيله وغير قابله للسيطره. وكيبان لي امينو غادي يطرى ليه نفس البلان اللي طرى لجوجل بلاس، حيت في جوجل بلاس هكا كانوا الايام الاخيره ديالها، غير الاباحيه، سكامرز، البوتات، الهاكرز، الكوميونيتي صافي خربات. حتى في الاخر جوجل براسها فقدت السيطره على البلاتفورم، وفي الاخير قررت انه احسن حل هو تسدها في مره، يعني جوجل براسها ما قدرتش تسيطر على الوضع واضطرت انها تسد البلاتفورم ديالها كامله. حركه تطبيق امينو الخوت، الفيديو الجاي غادي نهضروا مزيان على
على جي تي اي 6 وغادي نحتاج الراي ديالكم. سو غادي تدخلوا الباج فيسبوك ديالي، انا غنخلي لكم الرابط لتحت ديالها في صندوق الوصف، وغادي تهبطوا شويه غادي تلقاوني ديجا حاط لكم بوست عليها، فغادي تكتب لي تماك الراي ديالك في شنو بان ليك في ديك اللعبه. وفي الفيديو الجاي غادي نناقش الاراء ديالكم كامله. اوكي، نتمنى تكون استفدتي شي حاجه من هذا الفيديو هذا، ما تنساش تخلي واحد لايك وتشارك في القناه، راه فابور تقدر تحيد فوق ما بغيتي، وايضا هادشي غادي يعاوني نوصل الهدف ديالي واللي هو 400000 قبل ما يسالي اللعبه هذا. ما تنساش تمشي تشوف الفيديوهات اللي فاتوا، انا متاكد غادي يعجبوك. كان معكم بلاك، تشوفوا فيديو جديد وبيس.